ومين صاحب قلعة ألموت؟ قلعة ألموت صاحبها أمير ديلامي اشتراها من سنوات طويلة وهربان فيها من الدنيا. ويا حوال الحراس لما بيجي ياخدوا طلبات القلعة بيقولوا إن هو راجل عجيب مقضي حياته ما بين اللهو والندم، ليلة بيصلي وبيذكر وليلة بيشرب وبيذكر، وفجأة بيجري من فوق القلعة وبيصرخ، عنده جواري من كل أنحاء الأرض، وساعات بيعيط من الندم بصوت عالي، وساعات بيعامل الحراس والخدم على أنهم أهله، ومرة يسجنهم ومرة يعذبهم. عنده حراس كتير أكيد؟ لا مش كتير، كبيرهم راجل نيشان. آه ده راجل أصفر وحزين ودايما جعان، بس في ثلاث فرسان شداد جوه القلعة، جوان وبرقاش وحميد. مسكين مسكين الأمير مهدي.